انطلقت الأولمبيات الصيفية في 1896 بمدينة أثينا اليونانية، وشهدت غياب مصر زي ما كان الحال لحد الظهور الأول في النسخة الخامسة. في أولمبيات ستوكهولم 1912 ظهرت مصر أخيراً في المنافسة، ولكن بممثل وحيد، وهو أحمد حسنين باشا بطل السلاح، واللي بعد كده كان رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق. مصر ما حققتش ميدالية في دورة ستوكهولم ولا في أول ثلاث مشاركات، لحد ما وصلنا أمستردام 1928 في الوقت اللي حققنا فيه أربع ميداليات متنوعة. شاركت مصر في أمستردام ب 32 رياضي، وحققنا ذهبيتين عن طريق السيد نصير في رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى في المصارعة، بالإضافة لفضية وبرونزية عن طريق فريد سميكة في الغطس. ومن الوقت ده ولحد طوكيو 2020 شاركت مصر في كل الألعاب الأولمبية باستثناء نسختين، لوس أنجلس 1932 وموسكو 80، بجانب الانسحاب من أولمبياد ملبورن 1956 اعتراضاً على العدوان الثلاثي. وشهدت نسخة هلسنكي 52 حدث فريد بمشاركة أكثر من 100 رياضي، وكانوا تحديداً 106 في 14 رياضة مختلفة. ووقتها حققنا برونزية وحيدة عن طريق عبد العال راشد في المصارعة الرومانية. وفي النسخة الحالية طوكيو 2020 تشارك مصر للمرة 23 في تاريخها بالأولمبيات، وبأكبر بعثة في تاريخها بمشاركة 134 رياضي ورياضية في 23 لعبة مختلفة. مصر سبق وحققت 32 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و15 ميدالية برونزية. وكانت أكتر مرة حققت مصر فيها ميداليات هو 5 ميداليات، وده حصل في 3 مرات: برلين 36 ولندن 48 وأخيراً أثينا 2004. حققت مصر ميدالياتها الـ 32 في 7 رياضات مختلفة، وهم المصارعة ورفع الأثقال والملاكمة والغطس والجودو والسلاح والتايكوندو. وبتيجي رياضة رفع الأثقال في الصدارة بـ 14 ميدالية متنوعة، وهم 5 ميداليات ذهبية و3 فضية و6 برونزية. وللأسف بتغيب مصر عن المشاركة في اللعبة دي في طوكيو بسبب قضية المنشطات. نتمنى أن مصر تكسر حاجز الخمس ميداليات في دورة أولمبية واحدة، بالإضافة أننا نشوف ألعاب جديدة بتحقق ميداليات أولمبية.